فاصل في اخر فقرتنا ان شاء الله في برنامج حكايات بنات، وطبعا موضوعنا هو السوشيال ميديا والناس المؤثره فيه. وطبعا حابين نعرف الناس اللي بتاثر فينا بشكل كبير طبعا في السوشيال ميديا، وحابين نعرف مين معانا. ناس كلنا بنحب نتابعهم ونتعلم منهم وبناخد منهم افكار ونصايح جديده. وطبعا السوشيال ميديا بقى متناول كل الناس، ونقدر نتعرف من خلاله على أفكار جديدة وفكر أكتر عن الفاشون والموضة والميك اب. النهاردة معانا من إيجابيات السوشيال ميديا برضو نادين عبد الحكيم وحنان عبد الحكيم، اللي احنا طبعا كلنا يعني محتارين قوي في الاسم والشبه، وكله بيقول ان انتوا اخوات. العالم كله مقتنع ان احنا اخوات. طب السؤال لا طيب السؤال الاول بقى اللي انا هساله لكم، قولوا لنا ايه العلاقه الناس كلها مفكره ان انتوا اخوات؟ عشان الاسم والشبه. احنا اصلا سبب معرفتنا ببعض. سبب معرفتكم هو ده. كان الناس بتدخل تسالني انت كنتي في مش عارفه ايه، وانا اصلا ما كنتش هناك، وهي بقى دخلت تكلمني تقول لي احنا شبه بعض. الاسم كمان، الاسم مبين قوي. لا، وبدانا نفس الباشن مع بعض، فاللي هو اخوات. ايوه، كله مفكر كده فعلا، وحتى الاسم ده اللي بيثبت بنسبه كبيره ان انتوا كده بالظبط. طب حابين اعرف، حابه اعرف كل واحده فيكم تقول لي على تخصصها وبتعمل ايه بالظبط. دراسه يعني؟ لا، تخصص في ممكن ناخد الفاشن الاول وبعد كده الدراسه. اوكي، هو يعني هي حنان كفاشن وكلبس اكتر، وانا كميك اب اكتر. يعني انا بحب الميك اب، ميك اب ارتست. انا فاشن بلوجر، جبت بقى عندها براند. عندها براند حلو قوي. طب عرفونا ازاي بداتوا، يعني بداتي ازاي في مجال السوشيال ميديا؟ يعني بداتي ازاي يكون عندك متابعين كتير على الانستجرام، وبقيتي مؤثره اللي انت تبيني للناس تنظيم الفاشن قوي؟ لا بس والله اتسامبل، يعني احنا في الاول خالص بدانا عادي اللي هو بلبسنا والناس بقت تسالنا وكده. فلما شكلنا يعني اخر سنين في الجامعه كانوا مهتمين قوي زمايلي وصحابي، بقى اللي هو انت لبسك ده منين، بتعملي ايه؟ بحب التصوير كتير جدا، يعني بحب اتصور قوي طول ما انا ماشيه بتصور تقريبا. فهي دي بقى الفكره، يعني ان انت تبقي بتحبي الفاشن والتصوير، فالاثنين مع بعض بيبقى بينجحوكي او بيوصلوا لقدامك ان انت مطلعه حاجه حلوه، فبيخليكي يخش يعملك فولو عشان عايز يعرف انت هتلبسي ايه بكره، هتبقي ايه الاوتفيت اللي على بعضها، الالوان، حاجات كده معينه. فبتلاقي ناس كتير قوي معاكي وبتتابعك تعرفك كده يعني. طب بعد الشهره حسيتي ان انت في حاجه مأثره عليكي؟ يعني كان رد فعلك ايه؟ لا خالص، ما يعني هو موضوع حلو، يعني هو موضوع حلو. لا مش مغروره والله خالص. لا بس موضوع حلو اكيد طبعا، انه بتحب تديكي يعني مور سيلف كونفيدنس، وبتحسي انه لا يعني حلو في في حاجه حلوه. والناس لما بتبعت لنا، يعني بيبعتوا لنا حاجات يعني مسجز حلوه وهم ما يعرفوناش، ويقعدوا يدعوا لنا وانتوا حلوين ومش عارف ايه، الحاجات دي بتبقى حلوه اكيد طبعا. بيقابلكوا برده كومنتات سلبيه برده؟ بصراحه انا لا، مش كتير خالص. طيب. لا برضه عشان انت بتارجتي ناس حجاب ولبسك لبس حجاب لا، هي قصدها هيترز. لا مش مفيش كتير، مفيش كتير. طب ايه مواصفات الفاشن بلوجر الناجح؟ يعني انا دلوقتي عايزه ابقى فاشن بلوجر، وفي بنات كتير قوي نفسهم يبقوا كده. هي نقطه واحده فعلا، تبقى بتعرف تلبس، تعرف تلبس وتنسق الوان مع بعضها. يعني بصي، مفيش حاجه اسمها انا هعلم بنت ازاي تعرف تلبس، مفيش حاجه اسمها كده. بس انت بقى كل واحد بس سنس كده. هي سنس فعلا. بجد تلبسي هتلاقي نفسك بتعرفي تلبسي، وبتخرجي وبتستوري وديكي جرانس، تتكلمي مع ناس، تلبسي حد غيرك، ستايلنج حد غيرك خالص. فدي هي اللي بتفرق. بس انما كفاشن بلوجر انت لوحدك هتلاقي ناس اصلا بتخش تتابعك عندها فضول انت بلادك ده عامل ازاي. ايوه بس هو الناس بتيجي من فضول من ستايلك مش اكتر. طب ازاي بتنظمي بين دراستك؟ انت طبعا لسه في الكليه صح؟ لا انا اتخرجت. وانت؟ لا لسه يعني. بس ازاي بتنظمي؟ خلينا انت فيه. ما بنظمش، انا ماليش دعوه. ما شاء الله الصراحه حلوه. هكدب اكدب يعني لما اصحابي اللي معايا في الجامعه يشوفوني دلوقتي يقولوا عليا ايه؟ لا طب انت حابه اللي انت فيه دلوقتي؟ اكيد اكيد. انت اصلا في كليه ايه؟ انا في اثار. اثار. طيب مش حابه ان انت تشتغلي؟ جدا.
مش حابه انت تشتغلي اصلا في قسم الاثار وهكذا؟ يعني عادي ممكن، بس مش اللي هو الحاجه اللي انا نفسي اعملها، او انت حابه اللي انا انت فيه دلوقتي حالا اكتر. طب نصايح سريعه كده لاي بنت مثلا عايزه تبقى ناجحه في حياتها، او عايزه تبدا مثلا، يعني تبدا ازاي مثلا؟ ايه الخطوات اللي تمشي ايه الخطوات اللي تمشي عليها مثلا؟ هي لازم اهم حاجه تبقى يعني اي ايتم تعرف تستايلت كويس، يعني تعرف تكون هتلبسها صح، تعرف تكون هتتصور صح، لانه مش كل الناس بتعرف عندها حته التصوير. ممكن يبقى الاوتفيت شكله حلو جدا، بس هي مطلعه الصوره شكلها مش حلو خالص، مش عارفه تبوز، مش عارفه تبوز بالظبط. هي تلاقيها هي بتتصور صور يعني مش مبينه حلاوه الاوتفيت مثلا، ممكن ما تبقاش عارفه تظبط الالوان، الكلام ده كله دي حاجات برضو مهمه. طب انا حابه اسال بقى سؤال لكم انتوا، كل واحد بقى تجاوب لوحدها. اوكي. طيب بالنسبه انت كميك اب ارتست برضو، عايزه اعرف ايه روتيني اليومي اللي انا اعمله؟ لا دي كتير قوي، كتير قوي. كاسكين كير ولا كميك اب؟ بنات حبايبنا دول يعرفوا. كاسكين كير ولا كميك اب؟ لا هو كاسكين كير يعني مش انا قوي، يعني كل بشره بيبقى ليها سكين كير روتين معين. اوكي. وده اللي بيقوله الدكتور مش انا. انا ممكن اقول لك ميك اب روتين نوع بشره. بس في مثلا روتين انت بتعمليه مثلا قبل ما بتنامي؟ خلاص اوريدي قبل ما انام بحط عادي، بعمل وشي بالكلينزر، بحط المويسترايزر مرطب، وبحط سيرمز بقى حاجات كده. مش هينفع اقول براندز طبعا صح؟ لا لا. وطبعا ده بيختلف من بشره لبشره، من بشره لبشره اكيد. بشرتك جافه، بتستخدمي حاجه الاول كان بتخلي بشرتك مش انت مش قادره تحددي الموضوع هي. بيجي نيجاتيف فعلا بالعكس، بيجي معاكي بالعكس جدا، بتلاقي بشرتك جافت اكتر. ايوه مع ان الحاجات الاول كان بتخلي البشره تقل من اللمعه شويه، فمع البشره الجافه فانت طبعا بشرتك كده خلاص بتجففيها اكتر اكتر. فلازم تبقي عارفه انت بتستخدمي ايه. خلصت حلقتنا، ويمكن في حاجه كويسه جدا ان انت تعرضت الحاجات الايجابيه، ويمكن مؤخرا بسبب فيروس كورونا بقينا قاعدين في البيت كتير، اكتر الوقت على الموبايل بنتابع كل الناس، بس الحلو ان احنا نتابع ناس ايجابيه، نتعلم منها، ناخد منها نصايح، نبدا نمشي عليها. يعني مش عيب ان انت تقعد تتفرج على حد، بس الشخص ده يكون مؤثر في حياتك ويبدا يخليك للاحسن بطاقه ايجابيه اكتر. وحقيقي انتوا بنات جميله جدا بجد، وشرفتي الاحلى بجد. بجد انا مبسوطه ان كنت معاكم. استنونا ان شاء الله في برنامج بحكايات بنات، وان شاء الله استنونا يوم الاحد بتاع الاسبوع اللي جاي نكون معاكم ان شاء الله في حلقه جديده. استنونا.